مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم. اليوم ان شاء الله راح نصمم اعلان للعودة الى المدارس. هلا هذا الاعلان هو لمكتبة عاملة حملة عروضات مشان موسم العودة للمدارس، عاملة تخفيضات على القرطاسية وعلى الشنط. هلا في البداية راح نفتح برنامج البيكس لاب، رح أتأكد إنه ورقة التصميم مربعة، وبروح على خيار الخلفية، بختار لون وبعمل لون متدرج من اللون الأزرق. بعدين رح أروح على إضافة صورة، رح أضيف هذا الإفكت للخلفية، بكبر الصورة على قد التصميم، رح ألاقي إنه ضايل في مساحة على الجهة اليمين، فبعمل نسخ لهاي الصورة وبحطها على الجهة اليمين. بعدين رح أروح على الطبقات، بعمل دمج للصورتين يلي ضفتهم مشان أعدل على الشفافية. وهلأ بعد ما دمجتهم وصاروا طبقة واحدة، رح أروح على خيار الشفافية وأخليها قليلة مشان تظهر الصورة كإفكت على الخلفية. يعني هاي الصورة مش هي الصورة الرئيسية في التصميم تبعي، لكن هي عامل مساعد في الإعلان تبعي. وهلأ برجع مرة تانية على الطبقات، وبروح بعمل قفل للإفكت يلي ضفته مشان وأنا بصمم ما يتحركش. وهلأ برجع على إضافة صورة من تاني، ورح أضيف الصورة الأساسية للتصميم تبعي. وبتقدروا تنزلوا زي هيك صور من مواقع البي ان جي زي بي ان جي 3 وفري بي ان جي. وهلأ رح أضبط حجم الصورة، بصغره شوي وبحطه بنص التصميم. بعدين رح أروح على خاصية إضافة نص، ورح أكتب النص الرئيسي بالإعلان. رح أكتب أول شغلة كلمة مهرجان، وبختار لها نوع خط مناسب، ورح أحطها بنص التصميم. هلأ لما أضبط نوع خط واللون والحجم تبع الكلمة الأولى، رح أعمل لها نسخ وبعدل عليها مشان أكتب الجملة الثانية. وهلأ بعد ما اخترت نوع الخط، رح أصغر حجمه شوية وبحطه بالنص، وبعمل نسخ للجملة من تاني، ورح أكتب العودة إلى المدارس. هلأ موسم العودة للمدارس في كتير أنشطة تجارية بتستغل هذا الموسم، زي مثلا المدارس في الإعلان عن استقبال طلاب الصف الأول، المكتبات للقرطاسية والشنط، محلات التياب للزي والأواعي المدرسية. فبهاي الفترة بيكتر الطلب على تصاميم العودة للمدارس، وكمان بالإضافة لأغلفة الكتب والمواد التدريبية. هلأ رح تلاحظوا هان إني حطيت قوسين بأول الجملة وآخر الجملة، لكن لقيت شكلهم مش لطيف، فرجعت عدلت عليهم وشلت الأقواس وحطيت بدلهم نقاط. وهان بعمل تعديل على حجم النصوص، كلمة مهرجان بتكون بخط صغير، وجملة العودة إلى المدارس بتكون بخط أكبر. وكمان برع إنه تكون النصوص والصورة بنص التصميم. وهلأ أهم إشي بهذا التصميم إني أحافظ على تناسق الأحجام والألوان وتوزيع النصوص، وكمان بستعين بأداة الموقع النسبي مشان أضبط مكان العناصر بنص التصميم. وبهذا التصميم رح أعتمد على اللون الأبيض والأزرق بشكل أساسي. وهلأ رح أنتقل لخطوة مهمة، لكن قبل ما أبلش فيها رح أروح على أداة الطبقات وأعمل إخفاء لكل الطبقات عشان أعرف أصمم الطبقة الجديدة. هلأ رح أروح على تبويب الشكل، بختار أيقونة الرسم، بخلي لون الخط باللون الأبيض،
والحجم تبعه يعني حجم خط الرسم 5. رح أراعي إنه حجم الخط يكون رفيع كتير عشان ما ياخد حيز كبير بالتصميم. رح أبدأ أعمل إطار عشان أحط داخله تفاصيل الإعلان، وراعوا إنه يكون الخط متعرج بهذا الشكل، وكمان انتبهوا إنكم تخلوا الإطار من الداخل واسع عشان نقدر نضيف عليه النصوص. وهلأ بعد ما رسمت الإطار رح أرجع على تبويب الطبقات، بظهر كل الطبقات يلي خفيتها بالأول، بعدين برجع على الإطار تبعي، رح أصغر حجمه بهذا الشكل وأحطه على يمين الصورة، وبرجع على إضافة نص مشان أكتب النص يلي رح يكون داخل هذا الإطار. هلأ النص يلي رح أكتبه رح يكون تحفيزي مشان يشجع الناس إنهم ياخدوا من هذا المنتج. رح أكتب بالنص جملة اختيار موفق، بروح على الفونت أو على نوع الخط، بغير نوع الخط لخط مناسب، وبخلي الكلمتين فوق بعض، بعدل على الحجم، وكمان رح أعدل على التباعد بين الأسطر. وهلأ رح أضبط الحجم تبع النص ليكون داخل الإطار، وكمان بروح على المحاذاة وبخليها بالوسط، وراعوا كمان إنه الخط يكون باللون الأبيض. وكمان مشان أضبط موقع النص داخل الإطار بستعين بأداة الموقع. وهلأ رح أحتاج لإطار تاني. هلأ ممكن إني أعيد رسم الإطار من أول وجديد، بروح على الطبقات وبخفي كل الطبقات الموجودة، وبرجع أداة الرسم وبعيد العملية من أول وجديد، أو ببساطة بعمل نسخ للإطار يلي عملته. وهلأ بعد ما عملت نسخ للإطار الأول رح أروح على أداة النص وأكتب النص الثاني. هلأ هاي النصوص أو التفاصيل تبعت الإعلان باخدها من الشخص يلي بده يعمل هذا الإعلان. هلأ بالنص الثاني شو رح أكتب؟ رح أكتب خصم خاص للقرطاسية، ورح أحطها داخل الإطار الثاني. وهلأ بعد ما جهزت الجملة رح أروح وأعدل على الفونت أي نوع الخط، رح أختار نفس نوع الخط يلي اخترته بجملة اختيار موفق. وهاي الخطوة، خطوة اختيار نفس نوع الخط، مهمة جدا في الحفاظ على تناسق التصميم. هلأ بخلي جملة خصم خاص بسطر لحاله، وجملة للقرطاسية بسطر تحته، وبروح بعدل على حجم الخط والمحاذاة والتباعد بين الأسطر. هلأ هون لأنه بدي الإطار طالع من الصورة، جربت أروح أعمل انعكاس للإطار لكن طلع شكله مش ظابط، فمشان هيك رحت وعملت دوران للإطار مشان يظهر وكأنه طالع من الصورة. ورح أضبط مكان الإطار بهاي الطريقة، بعدل على الحجم تبعه مشان يتناسب مع حجم النص. وهلأ برجع بحدد النص وبروح على أداة الموقع، ورح أسحب النص لداخل الإطار، وبضل أعدل على حجم النص مشان يتناسب ويدخل داخل الإطار. وهلأ بالنسبة للإطار يلي رسمته بالأول، تقدروا انكم تستغنوا عن هاي الخطوة اذا كنتوا مش قادرين انكم ترسموا، وتنزلوا هاي الصورة جاهزة من مواقع الصور البي ان جي. ومواقع الصور المفرغة اي البي ان جي، في منها
مسموح بتنزيل صورة واحدة مجانية فقط باليوم، وفي منها مسموح بصورتين فقط، وفي منها تنزيل مفتوح. وهلأ بعد ما زبطت مكان النص داخل الإطار، رح أروح وأكتب الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة بتقول: مستلزمات لكافة الأعمار من القرطاسية حتى الشنط. وبالنسبة لنوع الخط فكمان رح تكون بنفس نوع جملة اختيار موفق، وكمان نفس نوع جملة خصم خاص للقرطاسية. وزي ما قلت لكم بالأول إنه بهاي الطريقة بحافظ على تناسق التصميم. رح أعدل بالأول من خاصية الفونت أو نوع الخط على نوع الخط، بعدين رح أراعي إنه اللون يكون باللون الأبيض، وآخر شغلة رح أعدل على حجمه. وهون رح ألاحظ إنه صورة التصميم كبيرة كتير وما فيش مساحة لكتابة الجملة تحت، ولسه كمان هضيف رقم للتواصل، فبروح وبصغر حجم الصورة، وكمان رح أعدل على حجم باقي التفاصيل التانية. هلأ بعد ما أضبط حجم الصورة بروح على النص يلي تحت وبصغر حجمه، ومن أداة الموقع النسبي بخليه بالنص. وهلأ رح أرجع وأعدل على حجم النصوص الموجودة على الجنب، بحاول إني أصغر حجم النصوص مشان يتناسبوا مع حجم الإطار الموجودين جواته. وبهاي الخطوة بيكون التصميم تبعي مريح للعين أكتر. وهلأ كمان بحدد النص التاني الموجود على اليسار وبعدل على حجمه، وبستعين بأداة الموقع مشان أخلي النص بنص الإطار. وهيك بكون خلصت شغلي على برنامج البيكس لاب. هلأ باقي عندي خطوة أخيرة، وهي إني أضيف مواقع التواصل، ورح أضيفهم باستخدام برنامج البيكس آرت. بروح على البرنامج وبضيف الصورة يلي حفظتها من البيكس لاب، بعدين بروح على خيار الاستيكر وبكتب فون آيكون، ورح أختار أيقونة التليفون باللون الأبيض. وطبعا اخترتها باللون الأبيض عشان نحافظ على تناسق التصميم. وهلأ رح أصغر حجمها بهذا الشكل وأحطها لتحت تحت الجملة يلي ضفتها آخر إشي، بعدين رح أروح على التكست وأكتب الرقم تبعهم، وبراعي إنه يكون رقم الهاتف بخط عريض وواضح. ورح أصغر حجم النص وبتأكد إنه باللون الأبيض، ورح أحطه لتحت على امتداد أيقونة الهاتف، وبعدين بس أتأكد إنهم بنفس الحجم وعلى نفس الاستقامة، رح أسحب النص على جنب شوي عشان يكون الرقم والأيقونة بنص التصميم. وهيك بيكون التصميم تبعي صار جاهز. رح أضغط على إشارة صح الموجودة فوق على اليمين، بعدين بروح وبحفظ التصميم. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وبشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله.